بدنا مد جعلها إنه صدق يستو حوله نهايي ما أنت نوح ويان غير دق دقي أي كتيمت تلا داسنا أي سكتي بدنا مد ربينه توبت كانوا معاصي كفقه ويسألنا هي رمضان بسود دوين وإن رمضان كحق إلهي أُجِي ستامركي لجاره وأن جارين وقبورها الله قاضي بدنا وح بدن أو بدن إنسان تمننا هي أو خير يوناك أو وح ويان كحر مي أو ما أنت أنفرك هيني إلهي سبحانه وتعالى ضدك وقيمها بدن أو أنبياء إلهي وحكت المام إلى الدقدقيين أو خيرات الدقدقيين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سيدا سيها هذا الأنبياء الإلهي كو خير كالدقدقة إلهي توقوا عابده أيقوا الحياة بين الخوف والرجاء سيدا سيها هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمدي سيئن بذنب كبوريي وحانا كمدها نبي عليه الصلاة والسلام حديثي صحيحة أهي إنو يربادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ورعماش صالحات قال لدك دقا أو فتنك العرر فتنة سو إيمان إيسا سيدا هبينك قبل الذي سموك دقا أمدوين سيدا سيدين محويان أصعطة أو دين دبو ليسا وفتنة أعماش الصالحات كالدك دقا فتنة سمرك اعتماد ضدك قار كمدعا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قفك وحو وابري سنة يا أساقو مؤمن وحو نقل بي سنة يا أساقو قال أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أما وحو قال بي سنة يا أساقو مؤمن وحان واقو بريها يا أساقو قال عياذا بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا دين كيسيب وحو كئيب سنيا وحير أو دفع الدنيا أي دين كيسيكو قضانيا ذات كمان تقالوا بي أو صومالي دعا أو فرح بضان أو يوروب يا أمريكا يا ميلك للدوان كنول أو ميل والبلد جهر يا كفرق يا قال لماذا إسلام لماذا أمها بين بي كبحين أما قلب بي كبحين أما الصبح بي واقو بريا يقو قالا وحين كوب الدشين دلالك عبين تاهو الله شاقي يحوغاقا كنيسادها لقا عاوين يولغا سينا سو مجيت فتن با إيمانا يا نبي عليه الصلاة والسلام سائس كود بي الله وقفك قارسية دا إلهي بدبادين إنو حاوي أما ساك وقدين تكبر وحو النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شن الرماد كفائد يسوء كغنيم يسوء انتين شنكو إيمان شبابك قبل هرمك للي يرى لماذا هذا وكفائد يسوء انت هذا دقوب وصحتك قبل سقمك ورعافماتك كفائد يسوء انت هذا ترن وغناك قبل فقرك مالك آل هيسة تذيغن النمدى هذا كفائد يسو صدق يسو انت مالك فرحك كبحن وفقير آذى النقل وفراغك قبل شغلك فراغ ضئي تانسك آل هيسة كفائد يسو انت هذا المشغول نقل وحياتك قبل موتك نلوش هذا آذنوش هاي كفائد يسو انت هذا لمن وعملك أقوس نقول نبي قوحه كلية عليه الصلاة والسلام وشنع الرماد وقال أوي لأن يرى نمو إيا عافي مات إيا عود أصدقائي ستيد وخير ككل هذه إلهي إنو كسيو إيا فراقة إيا نلوش آنوش هاي شنطة هداد هاي ستيد شن بدلي سأيا صوص عطا إيا شنطة كفايد نسو وحو النبي قول عليه الصلاة والسلام حديث كالإمام أبو داود التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة كاتسي مدى إيه أكادنت إيه تاكس الشضع إيه ترتيب الشضع شيء كستمرك الله الشيء ويقفي عنه إن لو كاتسده
أو الله بصده أو الله ترتيب صده أو ترتيب ترتيب وافعنته إلا في عمل الآخرة عملك آخرة مويانه مر هدي عمل كان عمل آخرة كأنفع يأوي هاي وحل يلا أو كاديو أو سكتو دق دق وما فعنا أصق ماله وأنا مدح مدح سكتو تأقش وأنا ذن دب دجنن لكن أمورها كلا أردن وحاكف عن دق 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 إلا إلالي أيكف عن لكن عملك آخرة صماها نبي يقول لي إلا في عمل الآخرة عملك آخرة أصق دب دقد ماله ظاهر لظاهية ماله وإن أدق دكتا أهر مرتا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام توجيهها النبي هي تربية ذا سيقاتين مركزا مدبن بوحو شعلا متك كلا خير كأنك أهر مرتا ولذلك حديث الإمام أبو داود عمر بن الخطاب أيا وحو يري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما رسول كان مال المال مها كم إذا وحونا أمري إن المال كبحنا أصدق يصنه فوافق ذلك مالا عندي إلهي قدرت مالك وحي كسو آدي مال أن هنتي هايستي أو مال لها أو حوله أن هايو إيا أمر كي نبيغا أيا اسكو سو بيغمو اسكو سو آدي بير مركزا وحان إريبو يري نفتي دان وحان كو إري اليوم أسبق أبا بكر أبو بكر ما أنت وإن كهر مرا أو خير كالنبي قلنا أمري أنا ظهر مرة فجئت بنصف مالي كرقي من تجي مال كي جدا ما أيان لبا إنتان قيبي بركة مذا كان والنبي قلني بعد في سنة وسنة النبي قل مركو أرك مال كان فرب النديس أيو اللي ما أبقيت لأهلك رير كأجي محاور ربطي عرورتي يا أهلك محاور ربطي مرقى سائر يبي مثله إنتان أكل أيان عدينا أهرب ساس أسوق القيش نبي قال أبو بكر عليه الصلاة والسلام وأتى أبو بكر بكل ما عنده أبو بكر وحو كان وحل وحو هيستون أبو بكر بقى. نبي قال ويديو يري ما أبقيت لأهلك أهلك يا جماعة باقيش أبقيت لهم الله ورسوله ألقي يا رسول رالي أهان شهد أرهب أبو يرو باقي كل وسطه بكر markaasan waxaan iribuu yey markay halka marayso al yawm la usabiquka ila shay'in abadan ma anta laga bilaabo abu bakr naftiisu u sheegahay khayr dambe oo aan ku tartamayna ma jiro waku day wa halkii fursad aan is oranayay abu bakr ma anta ka hormartid midina way ka qaad bilash abu bakr lama dhihin ummada nabiga waa ugu khayr badan yahay lama dhihin إيمانك أبو بكر هدي ميزانك الله صاره ومدى كلادين عيدنا الميزان كودنا إيمان كودنا الله صاره مثك أبو بكر باكع علوس ومدى كلادين إيمانك ومدى هردن ومدى النبي ومدى هردن بعد الأنبياء أنبياء مركا لغا صوتك قف أنبياء رمية وحا أبو فضي بدن أبو بكر باقو صار أبو بكر الصديق إلهي سبحانه وتعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هل كاس أبو بكر بشيء بلاش المشي منزلة أو جاري ومنزلة آد يا آد أسر رئيسة أو وح جاري كرآن لا أرق وحويان إلا الأنبياء أنبياء أبو بكر سر رئي أنت كلا سقى أبو سر رئي وح على وح به استوكيا لذلك وح على جيا وإلى استراهدت سيقفك أي مسؤولية دي المها أو إلى هاي ساري أول محو ضيعي وعلي إلى أبو بكر صبرك أو قل لي يا هاي دلقاتك الظروفها إن أصبره إيا ثقض إلهي أو كقبه كالسوني دعو إلهي كقبه وين كذا أيا جارسيسي إن حوله يرصاق عضوه مرك اللي ويدين أو يراهدو أبقيت لهم الله ورسوله ألا إيا الرسول رده ذا أباقيا ساسي صحابة هذا ولذلك يا عبد الله بن مسعود وليه إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها قلوب توحي اللي ذهي مرعي خير كأدنين يسوء أي كعصن تهي أو خير كأي أفر فرعون تهي أو قلبي قلنول يهي
iyo mar uu khayrka ka sii jeedo oo uu daba jeedinahay ayaa qalbiga qofku leeyahay war mar allaaliya markii qalbigaagu khayrka u soo jeesto ka qaniimaysta oo ka faa'ideysta oo khayrka ku badsada markay jeesatana qalbiga haduu jeestana lama soo qasbi karo laakiin xilliga nashaadka iyo firfircoonida aa khayrka u leedahay xilliga ka faa'ideysayuna ku dhaafi الإمام أحمد بن حنبل وحول ليه كل شيء من الخير يبادر به شيء كستأو خير آه وقالوا دك دقاء لما تدب لغو تشي بضان إيا كفير سيلا قمصة معي هذه ومر إنو خير يأي آن شكي با كتشرين ميزان كآخرة لغو صار يو لغو وينين يأي آن شكي كتشرين تشي قيساها بضين وقت ديرها كل من بريها النقطها لهن حد أدك دقو كجارسي إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون ضبيش هذا مرك يكعده وضبيش هذا أي كعده كغني ميسو أنت ضبيش كوك عصنتها ومالك أقول شقينا هاي وعقلك أقول شقينا هاي وحق أقول شقينا هاي كغني ميسو فإن لكل خافقة سكون شين بركستاء الدولة مرك الدنب وحوك الدنب يا إنو حصله adigu haddaan hadda didaalin oo marka duushan tahay oo naftaadu ay kacsantaa aadan ku didaalin marka dambaa waa dambas baad noqonaysaa waa dambaysaa markaas wuxuu yiri wa in darrat niyaquka fahtalibha hasha geela ku joogtaa geelaagu markuu dararo war maal war caanaha ka maal fama tadri alfasfasil liman yakunu wa hadan ogeyn nirigta u daa hada tiraadi caanaha oo ayadu han nuugto ha ku cayisha hada tiraadi ما أجد نريكت عدا يقدم بين دون تموجد إن بهال عنا دعكرت إن عرفت الله نتا دعكرت إن لقعد حلو أكيد ما تيد بعد دعكرت عد أي جعنت أقول دون تموجد إيه هالشان ضررت أيو عانو كتشوك سدير وكسو استاجين ورها عانه ذو ينا كدافين المال أو كفايدش معنيه ذو حويان تلاذو مركي جعنتك وبوشرتو حوله ذن آل هيسيد عقل جاقونا أوتشوجو ومركي هالشعة ذو ضررتي عانها كم مال أو مال كهذا صدق يسوع ما أجد نريكت عدة إن أويا لن دونتا يعد لحد دونت موجود دق دق خير كله دق دق وحلوه هلا الفوز بالجنة شن ده إلهي وقت كقولي ست ما حد كله دونيس دي إلهي نكودن بدأ في جنة سنة عايش ووحد رادنيس إلهي وحول ليه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كوة دقدقي أو دقدقي وكوة المقربون أولئك المقربون كوة لدويه في جنات النعيم هل كاسي تشوغا أو كسو جاي معنى ذو وحويان والسابقون إلى الخيرات في الحياة الدنيا ذاتك الدنيا ذا مركي تشوغين خير كأو دقدقي أو أرد هاي هم في الآخرة سابقون إلى الجنات آخرا مركا لاتقانا وكوة جنات أهر يا أيب محايا لي لأن السبق هناك على قدر السبق في هذه الحياة الدنيا كلا هور مرك الله كلا هور مره أيوه أو هل كاس يا آخرة يا تشند اللجو كلا هور مره أيوه وحيكون حرنت هاي قدر ك هل كان لجو كلا هور أيوه هل كان صلاة صوم ك صدقة خير ك هل كان سيد اللجو كلا هور أيوه أي آخرة الله كلا هور مره أيوه هل كسر ترتقى رسمه كدعاء الجزاء من جنس العمل هل جزاء الاحسان الا الاحسان قف هر مري او ديدالي او ديدالي وناجسي امال مرتي سوى احسان يا الهي حقي سبحانه وتعالى ان مقام سر لا جارسيو وحات كو هليسا دغدغ يا خيرك وات كو غاريسا وحا ويان استجابه لامر الله وحات نقونيسا قف اجيبي امرك الهي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كوي الرميو إلهي الرسول أجيب هذي إن كوي يرى وحيد النولين هيا مركا إن كوي يرى وحيد النولين هيا أجيب أمر كاسو أقاد طيويا مصارع هذا مركب أودك دك خير كأولو دك دك وحا كسوغا إبراعا للذمة ذمة ذو إلي بري نقطه oo waajibaadka ay ka dhacaan way waadan ogeyn waxa aad dib dhigaysi waxa aad ogeyn marta mata goorme baad ogeyn
marka waxa ku fiican wixii ku dimari laha oo khayr yahay ku hormare hadda hormarso waxa ugu khayr badan acmaasha saalihaat ka oo la degdego waa awwalu waqtiha waqtigeeda oo la yimaado ugu horeeyo weey waa ka nabiga la weydiyo la yiri ayyul amali afdal amalka ugu fadli badan markaas nabiga yiri as-salaatu ala waqtiha salaad oo waqtigeeda lagu ilaaliyo oo waqtigeeda la tukado aan laga dildigin xadiidka kala waa ka nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam safka hore iyo aadaanka khayrka ku sugan dadku haday ogaan lahaayeen haddayna heli karin way u qori tuuran lahaayeen حديث قال الإمام مسلم نوح ويان أبي سعيد الخدري النبي يقول حجري عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قوم كزول ميان إلى الدبد عيان أو الدبد عيان أو الدبد عيان إلى إلهي الدبد إلى إلهي الدبد أو الرحمة دي سكدب لقو أو فضل دي سوين كدب لقو أو درجات كسرية من ذلة سر إلهي كدب لقو إلهي نقم الدبد لقو مركا وإن أن كد دالنا المسارعة إلى الخيرات waliba xilligan kuma sii jiro oo rucbiga iyo argagaxa adduunkii oo dhan u hareeyay oo amraad iyo khatari ay faaftay oo dadkii tarab tarab u dhimanahaya oo guryihii la kala xirtay oo suuqyadii la cidlaynahayo oo masaajiddii ay caqilantay oo madaaristii ay xirantay oo jaamacaadkii ay xirmeen oo waxa weeyaan maqaayadihii iyo madaacintii ay xirmeen dadka culayska ugu badan uu saaran yahay oo madaarisii iyo jaamacaadkii iyo dugsiyadii qur'aanka iyo masaajidii iyo kulli maqaayadihii iyo shaqadii ay ka xirantay oo oranaya laba usbuuc ma waana soo bixin guriga ku jirna markaasa waxaa dareemaysaa bixitaanka guriga subaxdii laga kalahaya inuu nimco yahay shaqada aa soo shaqaynaysaa inay nimco tahay saaxiibada aa soo booqanaysaa inay nimco tahay جمعات يا جماعات كحاضرة سائنة نمعتها مركز أدري ما يصير بدنا وحوى يا شوارع يشيل زحمتها أو مل استاجا أن الأرق أو ساعدها قارك الوحدة قاقا أن لجوء بدنا كعبد السيد اللي أجيد أهي أو وحوى يا زحمة دافر يلا بعطن كساعة نص ساعة وكان يصير أن لجه لهي وحوى يا رمان تسوع دلنا qaraabada isboqonaysiye ilmihii waalidkiis dhalay oo safarada ku kala gooshahay oo midlo meeshiisa go'doon ku noqday waxa ugu sii naxdin badan qofkii qaraabada kuugu dhow ahaa xaaskaagi ilmahaagi aabaha hooyada oo cudurkii ku dhacay oo laga karantiilay oo aadan booqan karin oo aadan u tagi karin oo aadan dul istaagi karin oo lagu leeyahay marka dambe way dhimatay umana iman kartay waxa ugu khatar naxdin badan qofkii asaa u haysay saa u agtaagnay oo halkaa lagu godoomiyay oo aadan tagi karin marka sana ka sii darahaya xaaladda ugu dambaysay waa dhintay markuu dhintana waxa weeyaan aan lagu ogolayn aad u tagtid aan lagu ogolayn wax ku tukanahaya iyo wax dhaqahaya iyo wax xabaalahayana naadir ay tahay waxaa keenay waxa weeyaan macaasidii iyo dambiyadii aan shaqaysanay cisyaankii aan la nimid waa digniin nala leeyahay war ilaahay u laabta war waxbaa idinka baaqaya weli war dafina fiya maal waa idin baaqay weli war la isma gaarin war midda aakhiraa ka daran